بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابة الخير الراشدين. أما بعد، فمرحبا بكم أعزائي طلاب جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية إلى مقرر اللغة العربية 2، حيث يهدف هذا المقرر إلى التعريف بالأدب الأموي، ثم التعريف بالأدب العباسي وعوامل النهضة للأدب العباسي، ثم تبيين الأدب الحديث ومدارسه الأدبية الكلاسيكية الرومانسية ومدارسهما، تمييز المشتقات بعضها عن بعض، شرح المفاعيل الخمسة وكيفية إعرابها، التفريق بين التمييز والحال وإعراب كل منهما، تحديد جمل الاستثناء وأدوات الاستثناء وإعرابه، توضيح المنادى والمبني والمعرب وأنواع كل منهما، التعامل مع العدد نطقا وكتابة، إعراب التوابع وأحكامها وأنواعها. هذا مجمل هذا المقرر. في هذا اللقاء إن شاء الله، الذي هو اللقاء الأول، نأمل منك أن تكون بعد سماعك لهذا اللقاء قادرا على أن توضح بيئة الشعر الأموي، تعدد المؤثرات العامة في الشعر الأموي، أن تفسر معنى شعر النقائض، تذكر شعراء الغزل النقائض المديح، تحدد اسم شاعرين يمنيين في العصر الأموي. أولا، من حيث البيئة، فبيئة الشعر الأموي تقسم إلى 3 بيئات، وإذا ضفنا اليمن صارت 4. الأولى بيئة الشام، وقد استقطبت شعراء المديح. البيئة الثانية بيئة الحجاز ونجد، وكانت بيئة الغزل بنوعيه العفيف في البوادي والصريح في المدن. الثالث بيئة العراق، حيث كانت الحماسة والهجاء والعصبيات، وفيه سوق المربد أشبه بمنتدى أدبي. الرابع اليمن، ولليمن من كل نصيب، لكن دون تمييز غرض على غرض آخر. أولا، البيئة الحجازية، الغزل الحجازي، وهو ينقسم إلى كما ذكرنا إلى قسمين، غزل عذري وغزل حسي. أولا، الغزل العذري، لماذا سمي بهذا الاسم؟ سمي بهذا الاسم نسبة إلى قبيلة خزاعية يمنية، هي قبيلة عذرة أو بني عذرة، وهي قريبة من المدينة المنورة، وهو غزل عفيف وذو صبابة شديدة وسمو عاطفة ووفاء للمحبوب حتى بعد الموت. وقد تجاوز قصص الحب في الأدب، تجاوزت الأدب العربية إلى الأدب العالمي أو الآداب العالمية. ومن شعرائه، شعراء هذا الحب، شعراء كثر، لذلك حاولنا أن نذكر معظمهم. الأول جميل بن معمر، ويسمى جميل بثينة، والثاني كثير بن عبد الرحمن، ويسمى كثير عزة، والرابع عروة بن حزام ومعشوقته عفراء، وعمر بن أبي ربيعة المخزومي وله عشيقات كثيرات، وقيس بن ذريح يلقب بمجنون لبنى، وقيس بن الملوح وهو أشهرهم على الإطلاق الملقب بمجنون ليلى، وتوبة بن الحمير، وكذلك الصمة القشيري. هؤلاء كلهم كانوا من أصحاب الغزل العذري في الحجاز. ضربنا لكم هنا مثلا، فقط انتقينا مثلا من شاعر أو من قصيدة لشاعر مبدع هو الصمة القشيري. ماذا قال؟ طبعا هو متغزل، يقول فيها متغزلا: قفا ودع نجدا ومن حل بالحمى، وقل لنجد عندنا أن يودع، تلفت نحو الحي حتى وجدتني، وجعت من الإصغاء ليتا وأخدعا، بكت عيني اليسرى فلما زجرتها عن الجهل بعد الحلم أسبلتا معا، وأذكر أيام الحمى ثم أنثني على كبد من خشية أن تصدعا، فليست عشيات الحمى برواجع إليك ولكن خلي عينيك تدمعا. فيا لها من قصيدة نشعر بالبكائية فيها والانسياب الرائع الذي فيها. هذا كان طبعا من متغزليه العشاق. هناك مثال آخر من متغزلين، ولكن هؤلاء المتغزلون فقهاء، وهذا يدل على لطافة أهل الحجاز، حيث كانوا في اللطافة والظرف والظرف يعني بمكان بعيد. هذا فقيه يسمى عروة بن أذينة، كان شاعرا وله قصيدة أيضا. وشاعر آخر وهو فقيه اسمه عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود الهذلي، بل هو من الفقهاء المعدودين. ماذا يقول؟ انتقيت لكم هذه المقطوعة، ماذا يقول فيها؟ كتمت الهوى، أو كتمت، يخاطب نفسه، حيث جرد منها شخصية أخرى يخاطبها، فقال: كتمت الهوى حتى أضر بك الكتم، ولامك أقوام ولومهم ظلم، ونم عليك الكاشحون وقبلهم عليك الهوى قد نم، لو نفع النم وزادك إغراء بها طول هجرها، قديما وأبلى لحم أعظمها الهم، فأصبحت كالنهدي إذ مات حسرة على إثر هند، أو كمن سقي السم، ألا من لنفس لا تموت فتنقضي عناها ولا تحيا حياة لها طعم، تجنبت إتيان الحبيب تأثما، ألا إن هجران الحبيب هو الإثم.
فانظر إلى هذه الأبيات التي تفيض رقة وعذوبة، ومن قائلها؟ قائلها فقيه، ولكنه فقيه ظريف من فقهاء الحجاز رحمه الله. ثم هناك متغزلون عشاق، نذكر منهم كما ذكرنا قيس بن ملوح بن مزاحم العامري، معشوقته ليلى بنت سعد العامرية ابنة عمه، وكذلك عمر بن أبي ربيعة المخزومي القرشي، وجميل بن معمر بن بثينة، هؤلاء كلهم عشاق. قال جميل بن في بثينة: وإني لراض من بثينة بالذي لو استيقنه الواشي لقرت بلابله، بلا وبألا أستطيع وبالمنى وبالأمل المرجو قد خاب آمله، وبالنظرة العجلة وبالحول تنقضي أواخره لا نلتقي وأواخره. لاحظوا كيف أنه يرضى بالشيء القليل من محبوبته ولو في العام مرة أن يراها، يعني هذا يدل على وفاء المحبوب لحبيبه، وأنه يرضى بالقليل منه وباليسير، أهم شيء ألا تنساه وألا يزول عن ذهنها. أما العراق فهذه البيئة العجيبة، هذه بيئة الحجاز تكلمنا عنها لأنها بيئة غزلية وتكلمنا عن أنواع الغزل فيها. أما بيئة العراق فإنها بيئة الهجاء والنقائض والحماسة. فأولا اشتهر هناك الهجاء، الهجاء، وكان من شعرائه الطرماح ويزيد المفرغ وزياد الأعجم، هؤلاء الثلاثة كانوا من شعراء الهجاء. ثم عندنا شعراء هجاء آخر، هجاء خاص، ما هو هذا الهجاء؟ هو النقائض، وأشهر هؤلاء الشعراء جرير والفرزدق، ومعهم أيضا الثالث الأخطل، ودخل بينهم فترة الراعي النميري ثم ترك ذلك. ثم عندنا من الهجاء أنواع، فهناك هجاء القبيلة، هناك هجاء للأفراد، وهناك هجاء للشعراء، شاعر يهدي شاعرا آخر، وهناك هجاء ساخر، فهناك أنواع. فمثلا قال زياد الأعجم: إذا ما اتقى الله امرؤ وأطاعه فليس به بأس وإن كان من جرمي، ولو جمع الجرم على رأس نملة لباتوا شباعا يفرطون، عفوا يضرطون من الشحم. يعني لن يحقرهم إلى درجة أنه يعني الشيء القليل فيهم، فقبيلة الجرم مستحقرة عنده، لكنه هجاء قبيلة بأكملها، فهذا نوع من ايش؟ من الهجاء القبلي، هجاء قبيلة بأكملها. طبعا هذا من الإثم كما نعلم، أنه قال صلى الله عليه وسلم: من الآثام يوم القيامة أن يأتي الشاعر وقد هجى القبيلة. لكنه شيء ظهر في تلك الفترة. ويقول شاعر آخر وهو أبو هفان ويهجو قبيلة باهلة: أباهل ينبحني، أباهل ينبحني كلبكم وأسدكم ككلاب العرب، ولو قيل للكلب يا باهلي وعوى الكلب من لؤم هذا النسب. يعني يا له من سب ومن إقذاع، لولا أنه قد دون وكتب لما أتينا به، لأنه لكنه واقع نرى أن طلابنا ينبغي أن يطلعوا على ما حصل في تلك الفترة. ثم عندنا بيئة أيضا خصبة وكبيرة، وهي بيئة الشام. وهذه البيئة هي بيئة دار الخلافة، وحيثما يكون الخليفة يكون المال، وحيثما يكون المال يكون الشعراء والمستجدون. فهناك مداحون الأمراء والملوك، خاصة ملوك بني أمية، طلبا للتكسب والتزلف. ومن الذين مدحوا أيضا آل المهلب، وكذلك الحجاج وخالد بن القسري وغيرهم. ومن أشهر الذين كانوا يمدحون الأخطل والراعي النميري وزياد الأعجم. وهناك مداحون حسب الطائفة مثل الكميت الأزي أو الكميت بن زيد الأسدي الذي كان يمدح الهاشميين، ودعبل الخزاعي كذلك، فهما مداحان للهاشميين. ومن الأمثال قول أحدهم يمدح آل المهلب، وحقيقة أنها قصيدة يعني رائعة في المدح، قال: آل المهلب قوم، عفوا، آل المهلب قوم إن نسبتهم كانوا الأكارم آباء وأجدادا، كم حاسد لهم يعيا بفضلهم، وما دنا من مساعيهم ولا كادا، إن العرانين تلقاهم محسدة ولا ترى للئام الناس حسادا، لو قيل للمجد حد عنهم وخليهم بما احتكمت من الدنيا لما حدا، إن المكارم أرواح يكون لها آل المهلب دون الناس أجسادا. لاحظوا القصيدة وآل المهلب، أنا لو كنت من آل المهلب لتمايلت طربا لهذه القصيدة، لأن حقيقة يعني مدحهم بأشياء يعني عظيمة. بيئة العراق كما ذكرنا هي بيئة تزاحم وتفاخر الشام، ولكنها كانت مليئة بالعصبيات، الهجاء والنقائض، سواء الهجاء القبلي أو الأفراد أو هجاء الشعراء لبعضهم بعضا أو هجاء الظرف الساخر. فمثال مثلا من شعر الظرف والتظرف في السخرية، قول أحدهم وهو الحكم بن عبدل مع صديق له حين سجنهما العسس بالكوفة، فماذا قال هذا الشاعر الحكم؟ قال: أقول ليحيى ليلة السجن ساجرا ونومي به نوم الأسير المقيد، أعني على رعي النجوم ولحظها، أعني على تحبير شعر مقصدي، ففي حالتين عبرة وتفكر، وأعجب منها حبس أعمى ومقعدي،
كلانا إذا العكاز فارق كفه يخر صريعا بل على الوجه واليد، فعكازه تهدي إلى السبل أكمها وأخرى مقام الرجل تهدي وتهتدي. فهو يصور حالتهما أنهما في حالة عجيبة، حيث أن كل منهما يهديه عكاز، ولكنهم في الأخير اهتدوا إلى أن وصلوا إلى السجن. ومن الشعر كما ذكرنا الرائج في بيئة العراق شعر النقائض، وشعر النقائض حقيقة شعر ينقض به الشاعر شعر صاحبه ويدحض دعواه ويرتفع بنفسه عليه، وهو نوع من أنواع الهجاء والفخر يجمع بينهما. وأشهر شعراء النقائض ثلاثة: جرير، الفرزدق، الأخطل. فأما جرير والفرزدق فكانا تميميان مسلمان، كانا تميميان مسلمين. وأما الأخطل فهو تغليبي نصراني. وقد استمر الهجاء بين جرير والفرزدق 40 عاما، فترة طويلة. والمعروف يعني من قصائدهما وماذا قال، كل كان يخر على إيش، خر على صاحبه بقصائده، الذي يقول: إن الذي سمك السماء بنى لنا بيتا دعائمه أعز وأطول، بيتا بناه لنا الملك وما بنى حكم السماء فإنه لا يرفع أو لا ينزع. يعني قصيدة ضخمة، ويرد عليه الآخر بنفس الشعر والوزن والقافية أحيانا، وقد يخلف أحيانا في الوزن، فيرد عليه مثلا الآخر فماذا يقول؟ قال: لما وضعت على الفرزدق قميصي وضغل البعيث، شعر آخر: جزعت أنف الأخطلي، يعني أنا شعري ليس بعده شعر. فطبعا وكل شاعر كان له مميز. فنجد مثلا جرير أنه كان كما قيل يغرف من بحر، والفرزدق كان ينحت من صخر. ولذلك نجد علماء البلاغة والشعر يقدمون جريرا، وعلماء اللغة يقدمون الفرزدق، لأنه كان يأتي بالألفاظ القوية، لأنه يقولون ثلث اللغة في شعر الفرزدق. لذلك من أراد اللغة فعليه بشعر الفرزدق، من أراد الجباليات وسبك العبارة وجمالها فعليه بشعر جرير، وكل منهما كان فحلا، إلا أن الفرزدق كان أجمل دينا وأحسن، والفرزدق كان أقل دينا. ومعروف قصته الفرزدق مع زوجته حينما تحاكم إلى عبد الله وعبد الله بن الزبير، وكيف كانت القصة، يعني القصة في ذلك تطول. من شعراء اليمن لدينا شعراء أيضا يمنيون، وكانوا في العصر العباسي، ومغمورون مع الأسف، الأدب اليمني لم يأخذ حقه في الدراسة. نجد مثلا المقنع الكندي. المقنع الكندي محمد بن ظفير ابن عمير الكندي، ولد في وادي دوعا، وقد كان مقنعا. لماذا؟ لأنه كان من أجمل الناس وجها وأطولهم قامة، كانت تصيبه العين فلذلك كان يتقنع. وله قصائد جميلة ورائعة تنبي عن نفسية شاعرة وعن أيضا أخلاق فاضلة. فمن قصائده المشهورة التي يخاطب بها بني قومه فقال: إن الذي بيني وبين بني أبي وبين بني عمي لمختلف جدا، أراهم إلى نصيب طاعا وإنهم دعوني إلى نصر أتيتهم شدا، فإن يأكلوا لحمي وفرت لحومهم، وإن يهدموا مجدي بنيت لهم مجدا، وإن ضيعوا غيبي حفظت غيوبهم، وإنهم هووا غيي هويت لهم رشدا، وإن قدحوا زند وإن قدحوا نارا نار زند يشينني، قدحت لهم في نار قدحت لهم في نار مكرمة زندا، وإن قطعوا مني الأواصر ضلة وصلت لهم مني المحبة والودة، لهم جل مالي إن تتابع لي غنى، وإن قل مالي لم أكلفهم رفدا، لم أكلفهم رفدا، أو لم أكلفهم رفدا لالتقاء الساكنين تحرك الفاء. فإذا نجد هذا الشعر الفحل لا يعرفه إلا القلة، القلة من الأدباء يعرفونه، وإلا فمن هو المقنع الكندي؟ لا يعرف. إنه شاعر يمني أصيل من حضرموت، ولكنه انتقل أيضا إلى بلاد الشام وتنقل في الوطن العربي في حينه، وقد كانت له هذه الأبيات العظيمة من الحكم. من شعراء اليمن أيضا شاعر فحل، وهو الضاح اليمن. نحن نتكلم عن الفترة الأموية، لا نتكلم عن ما قبلها، نتكلم عن هذه الفترة، حيث كان هناك شعراء كما ذكرنا منهم والضاح اليمن، يسمى عبد الرحمن بن إسماعيل بن عبد كلال الحميري. وقد كان في صنعاء، وكان يحب فتاة تسمى روضة، ولكنه هجرها ومشى إلى بلاد بعيدة، فكان يطلب ذكرها ويتذكرها. فماذا قال؟ طلب الفؤاد لطيف روضة غاشي، والقوم بين أباطح وعشاشي، أن اهتديت ودون أرضك سبسب قفر وحزن في دجا ورشاشي، قالت تكاليف المحب كلفتها، إن المحب إذا أخيف لماشي. فعلا الإنسان بطبيعته إذا أحب لابد أن يتكلف لهذه المحبة. وديوانه طبعا ديوان وضاح اليمن ديوان مطبوع، ومعه مع الأسف قصائد يعني غزلية قد يكون فيها نوع من
الفحش اليسير ليس كثيرا، وهو الذي يعني يقول فيها قالت يعني إن أبانا أسد كاسر قلت فإني أسد ماهر إلى آخره، يعني قالت دوننا بحر قال فإني سابح ماهر، قالت فلي إخوة سبعة قلت فإني يعني بهذا المعنى يقول أنه يستطيع أن يكسرهم جميعا. فمن أراد الاستزادة فليرجع إلى ديوان والضاح اليمن نجد فيه كثيرا من الشعر الغزلي. هناك أيضا قسم آخر من الأدب وهو النثر في العصر الأموي. النثر في العصر الأموي حقيقة نجد أنه متنوعا، فعندي الخطب وعندي الوصايا وعندي الرسائل. الخطب وهذه كان يستعين بها أرباب السياسة وأرباب الدين، والوصايا كان كثير من الناس الحكماء يوصون أبنائهم، والرسائل وكانت تنشأ وأشهرها وهو أول من بدأ وكتب في هذه الرسائل عبد الحميد بن يحيى بن سعد، ويسمى عبد الحميد الكاتب، ويقولون ابتدأت بعبد الحميد وانتهت بابن العميد أي الكتابة، لأن كان عبد الحميد كاتبا رائعا مجيدا، فهو من أشهر الكتاب وأول من خط الرسائل في الأدب. ومن أشهر الخطباء الأمويين سنجد مثلا زياد بن أبيه الذي له يعني خطب معروفة، ومن ضمنها الخطبة البتراء التي قال فيها والله لو أمرت، وهي خطبة العراق حينما قال والله لو أمرت أحدكم أن يخرج من هذا، يقول إيش يعني يتكلم عن ما هو لهم وما هو عليهم ويحدد لهم القضايا، ومن شدته أنه كان إذا ضاع شيء لا يستطيع أحد أن يأخذ منه، لماذا؟ خوفا من بطش زياد بن أبيه، وقد كان لسنا ثقفا. ومن أيضا الخطباء عبد الملك بن مروان الذي كان يخطب في بني أمية وفي الجيش، وأيضا الحجاج بن يوسف الثقفي أيضا كان خطيبا مفوها، والذي قال في أهل العراق يا أهل العراق يا أهل الشقاق والنفاق يا بني اللكيعة والله لو أمرت أحدكم أن يخرج من هذا الباب فيخرج من دونه لقطعت عنقه، يعني مشهور الذي يعني ألقى خطبته أيش المشهورة في العراق. أيضا عندنا خطباء الخوارج، ومنهم نافع بن الأزرق وقطري بن الفجاءة وشبيب بن يزيد، وهذا يعني مشهور يعني، وهو الذي كان له زوجة اسمها غزالة زوجة شبيب، وهي القائلة العجيبة أن عندهم جلد هؤلاء الخوارج جلد غير عادي، وهي التي تقول وهي امرأة ماذا تقول حينما جاءت إلى الحجاج قالت هلا برزت إلي أبرز إن كنت شجاعا، فخاف الحجاج وهرب منها، فجاء شاعر وهجا من وهج الحجاج فماذا قال؟ قال للحجاج أسد علي وفي الحروب نعامة ربداء تجفل من صفير الصافري، هلا برزت إلى غزالة في الوغى بل كان قلبك في جناحي طائري، صدعت غزالة قلبه بفارس تركت كتائبه كأمس الدابري. فهم يعني يفتخرون بهذه المرأة، هذه المرأة عجيبة، هذه المرأة التي نذرت أنها تدخل مدينة واسط في العراق وتصلي بهم صلاة الفجر جماعة بسورة البقرة، وفعلا أوفت بنذرها، حتى قال الشاعر أوفت غزالة نذرها يا رب لا تغفر لها، غزالة التي أخافت الحجاج وقيل فيها ما قيل. هؤلاء هم الخوارج، قصة شجاعة في غير موطنها، قصة عجيبة مؤثرة لكنها في المكان غير المناسب وفي الزمان أيضا غير المناسب. بهذا نكون قد انتهينا من لقاء هذا اليوم، أسأل الله عز وجل أن يكون قد أفاد وأن تكون المعلومات قد وضحت لديكم. لدينا تكليف بسيط، ارجع إلى الكتاب المقرر وحل التمارين التمرين الأول والثالث والخامس حتى تستطيع أن تربط بين هذه المعلومات. تكلمنا في هذه اللقاء أعزائي الطلبة طلبة جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية، تكلمنا عن الأمور الآتية، أولا بيئة الشعر الأموي وقسمناه إلى الشام والعراق والحجاز، وتكلمنا عن خصائص البيئات، وقلنا أن بيئة الشام كان معظمها في المديح، وأن بيئة العراق كانت في شعر النقائض والحماسات والهجاء، وأن بيئة الحجاز كانت بيئة الغزل. وطبعا هناك تعليلات لماذا كل بيئة اختصت بهذا، لعل السياسة كان لها دور ولعب في ذلك، حيث لعبت على هذه الأوتار لقضايا سياسية، تعلمون أن الحكام يصنعون ما لا يصنعه غيرهم. ثم ذكرنا شعراء كل بيئة وما اشتهرت به، ذكرنا شعراء كل بيئة حيث ذكرنا من هم الغزليون ومتغزلي الفقهاء ومتغزلي العشاق، وذكرنا أيضا شعر النقائض ومن أشهر من كان في شعر النقائض، ثم ذكرنا أنواعا من الجميع، وذكرنا النثر في هذا العصر ووضحناه ووضحنا أنواعه. بهذا نكون قد أكملنا هذه الحلقة وهذا اللقاء، إلى لقاء آخر في وداع الله وفي أمانة الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.